مشاهدينا الكرام في كل مكان، اسعد الله صباحكم واهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامج حياتي مع طارق السعود. بامكانكم متابعه الحلقه ومتابعه البرنامج كمان على صفحه حياتي مع طارق السعود على الفيسبوك. والنهارده عندنا استكمال للحلقه اللي فاتت عن موضوع التعليم عن بعد الحياه. وصلتنا الكثير من الرسائل والمسجات والتعليقات على صفحه البرنامج والطالب بالمزيد من تسليط الضوء على موضوع التعليم عن بعد، خصوصا في الفتره الحاليه فتره فيروس كورونا. عشان كده معايا النهارده في الاستوديو منوريني الضيوف الدكتور فاتن شاهين اخصائيه واستشاريه تطوير المناهج. صباح الخير. اهلا صباح الخير. والاستاذه انجي اريج ابو القاسم اخصائيه تطوير المناهج برضو. صباح الخير. والدكتور نادر عبد الصبر محاضر لغه انجليزيه. صباح الخير. طيب احنا النهارده موضوعنا مهم جدا عن وهو استكمال للحلقه اللي فاتت اللي هي موضوع التعليم عن بعد. زي ما نوهت وصلتنا الكثير من الرسائل والتعليقات والأسئلة، خدناها كلها بنظر الاعتبار والنهاردة هنسلط الضوء عليها. بداية النهاردة هنتكلم عن يعني كيفية التعامل مع الشهادات الدولية بالنسبة للجامعات وكيفية عمل الأبحاث، إزاي المدرس يشتغل على نفسه، وكمان إزاي اللي ما عندوش إمكانيات زي التابلت أو اللابتوب إنه ممكن يعني يتصرف في ظل الظروف دي من غير استغلال. فحبتدي مع الدكتورة فاتن شاهين حنشوف الدكتورة فاتن شاهين حنشوف موضوع الأبحاث بداية. بس أنا أول حاجة عايز أنوه أن موضوع في مبادرة التعليم عن بعد لازم نسلطوا عليها برضو، فحخلي الدكتورة تتكلم عن مبادرة التعليم عن بعد. صباح الخير استاذ طارق، وبصبح طبعا على زمايلي والفريق اللي أنا بقول عليه يعني فريق قوي جدا، وانا الحمد لله بشكر الظروف الحاليه اللي احنا فيها. وجايز ان دي حاجه غريبه، هم طبعا مش غريبه عليهم واحنا مش جداد على بعض، لكن ان هم ينضموا للحمله دي، وهي الحقيقه كانت فكرتنا كلنا. ففكره التعليم عن بعد ده طبعا موضوع الساعه، وده الموضوع اللي شاغل الناس كلها. فبالتالي لما فكرنا في الموضوع كنا عايزين بنتكلم ازاي نساعد الناس، ازاي نساعد المدرسين. مفيش اي يعني وقت دلوقتي يسمح انه يبقى فيه خطه وكذا. طبعا في خطه مستقبليه والوزاره شغاله عليها وكل الجهات المعنيه شغاله عليها، بس اقصد انه احنا كافراد واحنا متخصصين في موضوع تدريب المدرسين وتاهيل المعلمين وتطوير المناهج وطريقه معينه للوصول للطالب علشان توصيل المعلومه، بصرف النظر زي ما قلت لحضرتك عن انه المنهج كتاب، او بصرف النظر عن انه تقييم الطلبه يبقى يتم بناء على امتحانات ودرجات وارقام، لان انا كده ما بديش للطالب حقه. ففكرنا في الحمله دي ان احنا نعملها في الوقت ده يستفيد منها اكبر عدد ممكن، واحنا مستمرين يعني احنا كنا شغالين كده وعملنا يعني حاجه مكثفه دلوقتي وان شاء الله مكملين. يعني انه حضرتك والقناه والبرنامج يعتبر يعني طبعا شريك اساسي على فكره في الموضوع، لان احنا منطلقين من هنا. احنا عندنا اليوتيوب شانل بتاعتنا اطلقناها خلاص، وهي اسمها Education in a Nutshell. يعني ايه Education in a Nutshell؟ يعني التعليم من الاخر. ودي مثلا الاسم ده كان فكره مستر نادر، انه ده تبقى فيه This is the umbrella. احنا سمينا نفسنا حبينا يعني نسمي نفسنا حاجه تتشالنج او تتحدى الظروف اللي احنا فيها، وممكن ناخد ايجابيات كتير من الحاله اللي احنا فيها، حاله اللوك داون، حاله الكوفيد والفيروس. ده موضوع طبعا يعني طبيا وعلميا لازم يبقى فيه الاجراءات الاحترازيه بتاعته، وفي نفس الوقت انا اخد منها الشكل الايجابي. كله دلوقتي قاعد مستني كل حاجه اونلاين، كله دلوقتي بيشتغل اونلاين، فليه احنا كمان ما نبقاش جزء من هذا التكوين العام؟ فسمينا نفسنا كوفيد نايت تيم، بدل كوفيد 19 اللي بتترعب الناس، لا خلينا لما نقول كوفيد نايت تيم. نايت تيم الفرسان يعني فريق الفرسان. تمام نايت اللي هي الفرسان. فانه احنا لما نتعاون كلنا مع بعض هنقدر ان احنا نطلع ونقدم حاجه تفيد كل، يعني اعمل حاجه مفيده يعني في الوقت اللي انت قاعد فيه في البيت اعمل حاجه مفيده. فبالتالي ما فكره التعاون دي الحقيقه يعني
الفريق كله، بشكر طبعا استاذ نادر، بشكر استاذ عريش، في معانا استاذه مروه، في معانا استاذ كريم جهاد ماث، في معانا استاذ عماد، في معانا اساتذه العربي، وده اللي احنا كبير ما شاء الله يس يعني الحمد لله. احنا يعني ده اللي انا بدات بيهم، اللي هي المواد الاساسيه اللي هي مع عربي وانجلش وماث. استاذ محمد عاشور، استاذه سماح، ده حاليا الفريق اللي موجود معانا. ف كمان يعني الفريق بيركز على تطوير المنهج بالنسبه للطلاب، ازاي يتعلموا عن بعد، وكمان ازاي يساعدوا المدرسين الاثنين. تقديم الماده العلميه، تمام، المنهج الماده العلميه اونلاين عن طريق الفيديوز والمصادر المختلفه، المصادر التعليميه المختلفه، مش فيديوز بس. نعودهم ونعلمهم من دلوقتي ازاي يعملوا البحث، وده اللي احنا برضو يعني ما عشان في ناس كتير 60% من المدارس ما سمعتش عن كلمه بحث قبل كده. مش غلطة الولد ومش غلطة المدرس الحقيقة، يعني يعني هي غلطة يعني ما كانش موجود، وده يعني كنا يعني بننادي بيه انه لازم يبقى موجود، ما ينفعش يبقى سؤال كتاب كتاب وسؤال وجواب، ما ينفعش، يعني مش هو ده العلم، مش هو ده المادة العلمية. ومع ذلك يعني انه اعظم الناس اللي موجوده هتلاقيها خريجه المدارس الحكوميه، سواء الاطباء، المهندسين، كذا، يعني محاميين، كل القطاعات. المدرس محتاج شغل عليه من الكليات اصلا، يعني احنا ما ينفعش نلوم المدرس ونلوم المدرسه واحنا مش جايين بقى من الاساس الموضوع اللي هو كليات التربيه. ولادة تربية قليلة جدا، محتاجة شغل كتير، محتاجة شغل على المدرس كتير، بس في مصادر أخرى يقدر ينمي فيها نفسه، تمام، ويشتغل فيها على نفسه. أحب بس أضيف أنه الشريك كمان الأساسي معنا في الموضوع دي أكاديمية التدريب اللي احنا موجودين فيها، دكتور نبيل ودكتورة نينات، وهم الحقيقة شجعوا الفكرة جدا وقدموا لنا المكان بكل الإمكانيات ودعمونا جدا، إن احنا يعني رفضوا إن احنا نعمل الموضوع ده في أي مكان تاني غير من خلال أكاديمية التدريب اللي هي ماركيرو، ودي موجودة 21 شارع مراد الجيزة، واحنا بنعمل السيشنز دي والمحاضرات دي سواء تدريبية أو الشرح أو أي مساعدة من أي نوع. طبعا ده ممكن يكون أونلاين، لأنه في مرة تانية 21 شارع مراد الجيزة. تمام تمام. طيب أسيب موضوع هو يعني موضوع برضه متعلق بموضوع التعليم عن بعد هنا في المبادرة، اللي هي إزاي ممكن المدرس يشتغل على نفسه، إزاي ممكن يشتغل على نفسه المدرس، يعني إزاي ممكن يطور من إمكانياته، إزاي ممكن يواكب الحالة اللي هو دلوقتي موجود فيها في التعليم عن بعد بسرعة عامة. تمام. لو بصينا العملية التعليمية عامة، يعني هنلاقيها 5 عناصر: الكتاب، المدرسة، المدرس، الطالب، ولي الامر. انا شايف مش تحيز ان انا مدرس، المدرس هو اهم عنصر. المدرس ممكن يخليك تحب الماده جدا، ممكن يزهقك ويكرهك في عيشتك كلها، دي حقيقه. صح، دي حقيقه. حضرتك فاكر طالب في ابتدائي وانت طالب في ابتدائي مدرس زهقك جدا، مدرسه حبيبتك في الدنيا كلها. اذا المحور كله او السنتر بتاع التعليم هو المدرس. تمام. كنت دايما لما ادي تريننج للتيتشرز اقول لهم المدرس ده له صفتين مهمه جدا، اهم حاجه سيبك من الماده العلميه، طبعا الماده العلميه مهمه، انما خلينا نتكلم على ازاي اوصل الماده العلميه. لازم تكون شهر زيت، يعني مش ممل دايما في شرحك، انت مش شخص ممل، ولازم تكون ساحر، الطالب ما يتوقعكش، لانه لو توقعك الحصه بالنسبه له ممله جدا. مثلا انا بدرس انجلش، طيب هقف بقى اشرح البريزنت سمبل والبريزنت كونتينوس نقعد نهري، هتبقى الماده جافه جافه جدا وممله جدا. طب ليه ما اعملهالوش بجيم مثلا؟ ليه ما اعملهالوش بصوره يطلع يرسمها ونوصف؟ ليه ما اخليهوش انتر اكتف معايا؟ انا عايز اقول لك في المدارس اللي درستها كانوا دايما يدوني اصعب فصول. انا مره اديت فصل ثانيه ثانوي ادبي ولاد، واو، اللي هو طفش مدرسين المدرسه كلها. جه الناظر قال لي نادر انت هتاخد ثانيه خامس، قلت له ماشي بس هضرب، قال لي ماشي اضرب بس لو ضربت ماليش دعوه. طبعا انا بضخم الموضوع، انا مش هضرب طبعا. عايز اقول لك ان احنا نجحنا جدا، 54 ولد ثانيه ثانوي، وكنا بنعمل احلى شغل. ليه بقى؟ لان انت بتقدم الماده بتاعتك بشكل لطيف مش بشكل جاف. نلعب جيم، نرسم، نحكي قصة، انت بتوصل له المعلومة بس الولد مش دريان ان المعلومة بتوصل له، فاهمني؟ يعني انا مش بشرح له رولز، مش بقعد ادش رول البريزنت سيمبل، بتحط اسم حفظ بس، حفظ بس، طبق بقى مفيش. انما لما اقول لك تعالى نحكي النهاردة انت عملت ايه الصبح مثلا، اي جيت اب ان ذا مورنينج، ماشي، طب ليه قلت جيت، ليه ما قلتش جوت مثلا،
فحطيتها له في شكل موقف، حكيت له قصه انا، قلت له كمل القصه دي معايا. المدرس لو ما اشتغلش على نفسه احنا مش بنفقد المدرس، احنا بنفقد جيل كامل. تمام. يعني برضو سمعتها جمله عجبتني جدا، لو عندي مهندس فاشل عمره او اتنين هيقعوا خلاص، دكتور فاشل واحد او اتنين هيموتوا او خلاص، انما لو مدرس فاشل هيضيع جيل. هي دي المشكله، ان انت معاك اطهر جزء في البلد، انت بتربي. يعني احنا اسمنا educators مش teachers، احنا بنربي وبنعلم. تمام. فلو انا ما اشتغلتش على نفسي انا مش بس ضيعت، لا انت ضيعت كمان، ضيعت جيل كامل. طيب اشتغل على نفسي ازاي؟ واحد، احنا عندنا مصادر تكنولوجيه كتير قوي دلوقتي، يعني عندنا سايتس كتير قوي بتعلمني ازاي اعمل جوجل كلاس روم مثلا، ازاي اعمل امتحانات اونلاين، الحاجات دي متاحه ومجانيه، ولو مش مجانيه تعالى واحنا نعلمك، احنا عندنا المكان واحنا بنعلم كل الحاجات. طيب انت كمان كمدرس لازم من جواك الدافع انك عايز تتحسن، عايز تتطور. ما هو الدرس ما بقاش معلومتين مديهم للولاد وخدوا حلوا الهوم ورك ونروح. طب انت فين الشخصيه اللي انت بنيتها؟ فين الولد اللي انت علمته او طلع افتكرك الله ده مستر طارق ده علمني حاجه حلوه قوي في حياتي، الله ده ميسز فلانه علمتني حاجه حلوه في حياتي. ما عندناش التاثير ده. المدرس يقدر يخلق جيل ناجح جدا ويقدر يخلق جيل ضايع جدا. تمام. انا اشتغل على نفسي ازاي؟ اطور نفسي. يعني في حاجه بريميتيف جدا في التربيه او في التدريس اسمها بلوم تاكسونومي. لو عملنا بولينج دلوقتي وعملنا نشوف كم واحد من المدرسين الكم مليون اللي في مصر اللي يعرف يعني ايه بلوم تاكسونومي، مش هنكمل 10%. طب ايه هو؟ ايه هو؟ احنا قسمنا بلوم ده، كان حد ايديوكيترز كبير قوي في امريكا في القرن اللي فات، في نص القرن اللي فات تقريبا، قال انا عشان اوصل للولد او للطالب عندي 3 دومينز، او بالعربي بنسميهم مجالات، بس كلمه مجال ضعيفه عن دومين. دومين يعني نطاق كده او مجال معرفي. يعني اول مجال اسمه المجال المعرفي، انت بتخاطب بعقل الولد. الدرس اللي انت بتديه النهارده ده هيفيد الولد معرفيا في ايه؟ دي نقطه. تاني مجال اسمه الافكشن، مشاعر، عاطفيا او وجدانيا الولد هيستفاد ايه النهارده؟ تالت حاجه السايكوماتر، المجال الحركي او النطاق الحركي، الولد هيعمل ايه حركه عشان يستفيد من ده؟ هل احنا بنطبق ده في المدرسه؟ اه، بنكتبه في التحضير عشان لما يجي المفتش يشوفني كاتب المجال العاطفي، المجال الوجداني، المجال مش عارف ايه. تطبيقه مفيش، ما بيجيش على نطاق التطبيق. دي نقطه. النقطه الثانيه بقى ودي الاهم، التعليم عشان يكون تعليم مثالي لازم يتم على 6 مراحل. تمام. كويس، مهم قوي. احنا بناخد الهرم من تحت لفوق. اول مرحله اللي هي مرحله التذكر، انك تبقى فاكر، الولد يحفظ، ودي للاسف المرحله اللي احنا امتحاناتها بتقف عندها. اذكر ما تعرفه عنه، علل لما ياتي، كل دي اسئله بتقيس الحفظ. يبقى دي اول هضبه من الهرم او اول طبقه في الهرم. تاني طبقه الفهم. طب انت حفظت، فهمت؟ فهمت ايه؟ دي نقطه. المرحله الثالثه تحليل، تحليل المعلومه، تاخدها انت بقى وتفهمها وتفسرها لنفسك. رابع مرحله التحليل، بعد كده التقييم، بعد كده الابداع. دول الست مراحل اللي احنا لازم كل درس يحققهم، احنا ما بنعملش ده، مع ان ده عنصر مهم جدا في التعليم. تمام. لما انا اقدر اوصل للولد انه خد الدرس وقدر يبدع فيه يبقى انا كده علمته صح، انما خدت الولد عشان يسمع للدرس انا ما علمتوش. تمام. ده في اختلاف عن المنهج الامريكي في التعليم؟ احنا لازم في المنهج الامريكي نعمل كده. لو احنا المناهج الدوليه كده، المناهج الدوليه كلها كده، لو انا ما كتبتش ده في التحضير، التحضير بيتشطب. انا عايز اقول لك انا عايز اقول لحضرتك احنا عندنا في الليسن بلاننج، يعني ده احد مكونات الكورس اللي احنا بندرسه للتيتشرز تريننج، في الامريكان سيستم والبريتش سيستم في 12 عنصر لتحضير الدرس. 12. تمام تمام. طيب انتقل للاستاذه اريج ابو القاسم، عشان احنا بنتكلم في موضوع الامريكان سيستم، فعايزك تشرحي لي بس عن موضوع الدبلومه الامريكيه. الدبلومة الأمريكية في مصر طبعا هي نظام موجود بقاله فترة. تمام. في مدارس كتيرة جدا اوريدي شغالة بالدبلومة الأمريكية في مصر، ولكن في فكرة خاطئة دايما عن الدبلومة الأمريكية، انه الولاد او اللي هم الطلبة يعني اللي بيحاولوا يهربوا من صعوبة المناهج سواء في المدارس اللغات العادية او المدارس الحكومية او الاي جي
بيقعوا من السيستم يعني بيروحوا للدبلومة الأمريكية لأنها أسهل، لأنها أبسط، لأنه بسهولة جدا يقدروا يعدوا الامتحان. ليه أسهل أو أبسط؟ هو لأنه نظام التعليم نفسه مبني على فكرة مختلفة، مبني على الوزير طلبه الآن، المطلوب الآن من الطلبة أن هم يعملوا مشاريع بحثية. إحنا عندنا الطلبة من KG من K-12 كل كورتر من الفور كورترز في السنة لازم يقدموا مشروع بحثي اللي هو من أولاد الأطفال يعني. الأطفال نفسهم حتى الأطفال من KG ومن إحنا عشان عندنا بيبتدي KG1 KG2 وبعدين اللي هي فترة الريسبشن وبعدين بنبتدي من Grade 1. الطلبة عندنا العام الدراسي متقسم لأربعة terms أو أربعة quarters. كل quarter عشان تقدر تعديه تدخل الكوتر اللي بعده لازم تقدم مشروع بيطلب منك من المدرسة بتاعتك. فالفكرة بتاعت المشروع بتخلي دايما الأهالي يفتكروا إنه الطالب هيدخل النظام الأمريكي يعمل البروجكت ويعمل البارتيسيبيشن ويأد سم انفورميشن وفي النهاية هو هيعدي السنة ويدخل للسنة اللي بعديها. يعني مضمون النجاح أصدقى. مضمون النجاح بالضبط كده. ولكن هما بيغفلوا فكرة. ده طبعا بيبقى بس نظام مدرسة ملوش علاقة بالنظام الأساسي. ملوش دعوة بالنظام الأمريكي. النظام الأمريكي نظام تراكمي. يعني الامتحان اللي بتمتحنه في من اول جريد 10 او ممكن تقدم عليه من اول جريد 10 اللي هو السات وتبتدي الترايلز بتاعتك مبني على كل المعلومات المتراكمه عندك من KG لحد المرحله العمريه اللي انت موجود فيها. مستوى الاستيعاب ومستوى الفهم عايزين يعرفوا ازاي مستوى الاستيعاب ومستوى الفهم وكم المعلومات. فالانجليش هو طبعا امتحان بيقيس قدراتك في الانجليش وفي الماث، هو امتحان ده الجزئين بتاعه، ولكن هو مبني على كل المناهج اللي انت درستها. يعني الباراجرافز اللي بتكون موجودة مثلا في الرايتنج او بيطلب منك ان انت تتكلم عنها او تحل اسئلة عنها بتكون سمبلي مبنية على السوشيال ساينسز، بتكون مبنية على البيولوجي اللي انت درسته، بيكون فيها حاجات ليها علاقة بالفيزيكس او كيمستري او ماث، مش بيورلي انجلش. تمام. الانجلش هو ساعتها بيستخدم كميديم كوسيلة للتواصل، هو عارف ان انت بتفهم انجلش فحطت لك الانجلش كوسيلة تتواصل بيها. لكن بس بيختبرك من خلال اللغة الانجليزية بيختبرك بمواد التانية. في المواد التانية. تمام. فدايما بيعتقدوا انه الامتحان ده بسيط وانت هتمر عليه وممكن تدخل فيه من جريد 9 او من جريد 10 ونحولك من مدرسة لمدرسة وخلاص، لانه احنا عندنا النظام 70% على العمل الموجود في الفصل و30% على ورقة الامتحان. فانت لو عملت البروجكت بتاعك اللي هو 20%، عملت البارتيسيبيشن مشاركة بتاعتك اللي هي 20%، قدمت الأسايمنز بتاعتك on time تمام، كل الهومورك كل الواجبات بتاعتك في وقتها، أخدت كمان 20%، حضرت الفصل بتاعك ما غبتش تمام، أخدت 10%، فكده 70% مضمونين، فبالتالي هتمر للسنة اللي بعدها. تمام. النظام ده متطبق في مصر غلط. النظام الأمريكي الحقيقي إنه إحنا بندور على المهارات اللي تكون موجودة عند الطالب عشان يقدر ينجح بعد التعليم الأساسي بعد ما يخلص مرحلة الثانوي تمام ويدخل الجامعة. إحنا كل المعايير اللي موجودة عندنا بنأهل الطالب لحاجة اسمها college readiness، إن الطالب يكون مستعد إنه ينجح في الجامعة وما بعدها. فبنهتم جدا بالتواصل مع الآخرين وبنهتم بمهارات زي العمل الجماعي، ازاي تقدر تعبر عن نفسك، ازاي يكون عندك confident اكتر من انك تقدر تحل بالورقة والقلم اكتر من الامتحان. تمام. عشان كده 70% على السلوك نفسه، السلوك النفسي للطالب، السكيل يعني المهارة، قدرته على التعاون، على المشاركة، على القيادة. فعلا. تمام. هي دي المهارات اللي احنا مهتمين بها لان دي المهارات اللي احنا بنحتاجها في المجتمع كل يوم. احنا لما هتخلص الجامعة وتبتدي تدخل في مجال الشغل لازم تكون بتعرف تسمع الاخرين، لازم يكون عندك القدرة انك تعمل presentation لعمل، لازم تقدر تشتغل مع فريق وتكون productive. فدي المهارات هم بيشوفوا ان النظام الامريكي لازم ننميها في الاطفال من عمر صغير فيبتدوا يتعودوا عليها ويكبروا جنرالي يعني بشكل فطري بيعملوها وبيطبقوها. ولكن طبعا زي ما انا قلت لحضرتك في البدايه النظام ده مش في كتير من المدارس متطبق هنا ولذلك بيفقد الكتير جدا من اهميته. يعني المفروض ان الطلبه اللي موجودين في المدارس الأمريكية في مصر ما يعانوش بأي مشكلة من المشاكل في المطلوب منهم الآن،
المطلوب منهم الان الابروتش بتاع الاي ليرنينج, وان هم يدخلوا على المنصه التعليميه وان هم يعملوا بروجكت وان هم يضيفوا صور للبروجكت والبحث, والبحث المطلوب منهم المفروض ان هم يقدروا ينفذوه بكل سهوله, لان ده لو هم ماشيين فعلا مدارسهم على النظام الامريكي مظبوط هو ده اللي هيقدروا يقدموه جوه الفصول. طيب ده يمكن معلش سوري يعني انا بس في حاجه استكمالا لكلام الاستاذه اريج, هي مش بس المدارس الامريكيه يعني السيستم الامريكي على فكره او البريطاني او الشهادات الدوليه او المدارس الدوليه, هو ده المفروض هيعمم وده اللي المفروض كان يحصل, بس نتيجه الظروف اللي احنا فيها فاحنا بدانا اضطرينا ان احنا نبدا بالشكل ده. يعني بصوره مفاجئه. طيب خليني معاك يا دكتوره دكتوره فاتن, واحنا بنتكلم عن 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 البحث العلمي, كيفيه عمل البحث, يعني ازاي انا اعمل بحث دلوقتي, انا ما اعرفش اي حاجه عن البحث وما اعرفش عايزين مني ايه واكتبه ازاي واعمل ايه, فازاي اعمل بحث وازاي هيقيم البحث ده يا دكتور فاتن؟ طبعا موضوع الابحاث شغل الناس كلها وعامله مشكله كبيره, بس انا برضو مش عايزاهم يقلقوا, احنا احنا يا جماعه موجودين, احنا موجودين علشان نساعد, والناس يعني للاسف الشديد في مدرسين كتير استغلوا الموضوع ده وبداوا ان هم يطلبوا مقابل عشان يعملوا الابحاث, وانا والناس دي عارفه نفسها كويس قوي, فحرام جدا ان احنا في الوقت اللي احنا فيه ده نستغل الظروف بالشكل ده, لانه اللي عنده طالب يعني اللي عنده ولد او اتنين او تلاتة مش معقول البحث يعني يدفع له 3-4 آلاف جنيه, يعني يعني مواضيع استغلال, مش منطقي استغلال يعني طبعا بالظبط, اكتب لك البحث واديني كذا مقابل مادي بالظبط مقابل مادي, فمساعدة انا بكرر مساعدة, يعني احنا هنساعد ازاي يعرف يعمل ده, هيقول الوقت ومش الوقت, لا احنا كفيلين ان احنا في 3-4 أيام هنعمل الموضوع ده وهنساعد والولاد هيعملوه يعني زي الاورينتيشن الصغير زي الدوره او الكلاس الصغير انه ممكن واحد يتعلم ازاي يعمل بحث يعني بخطوات معينه. ما هو كانت هم الخطوات نازله, وانا بعت فعلا للقناه هنا فيديو بيشرح بالظبط الخطوات, وده الحقيقه بشكر استاذه مروه سباعي لان هي اللي قامت بالمجهود ده وشرح مفصل كانه بالظبط كانها قاعده بالظبط جنب الطالب او جنب ولي الامر, لان هم دول علشان اصلا يدخلوا الكود وعشان يبتدوا يسجلوا على الادمودو, في فيديو تاني بشرح الادمودو ازاي الولد يقدر يدخل علشان موجودين. حصل مشاكل برضو بسبب الموضوع ده, الناس كانت فاكره ان هم هيدخلوا بالكود اللي سجلوا عليه في الوزاره, اتضح ان لا لازم انه يبقى فيه كود تاني يدخل بيه علشان يسجل على الادمان, فكل ده بالتفصيل الممل, وبما ان هي حاجه تكنيكال او فنيه جدا فهي يعني شرح الخطوات بالتفصيل بشاشه علشان يبقوا يعني يقدروا الموضوع فكره بقى اللينك او انه ازاي العمليه كلها تبقى يعني فيها تكامل في البحث, لانه مثلا حضرتك مثلا عندك موضوع الطاقه مثلا, ده بحث مطلوب انه هتطبق عليه من ناحيه الرياضيات وهتطبق عليه من ناحيه اللغات عربي وانجليش بالنسبة لمدارس اللغات يعني أو العربي بس, للعلوم هتطبق على يعني السوشيال اللي هو الدراسات الدراسات الاجتماعية, فأنت هتعمل بحث متكامل بحيث أنه يخدم السبجكتس دي أو يخدم المواد دي, ازاي هيتم اللينك بينهم برضو في حد اشتغل على الموضوع ده, لانه انا لما اجيب بحث عن الطاقه فبقيس مثلا في بالنسبه للدراسات الطبيعه مثلا انه ايه الاماكن, طبعا عشان ده مناسب للسن اللي هم ادوا فيه تمام. الموضوع ده انا شايفه انه او ده الناس يعني مش انا يعني إن يعني تبقى اصعب نقطه ليها واصعب جزئيه فيها, اطبق ازاي الماث او الرياضيات على بحث بيتكلم عن الطاقة عن البيئة يعني أعمل إيه مثلاً. يعني ما فيش يعني إيه الفكرة دلوقتي الناس عشان متوترة, هو لو كان الموضوع في وقت وكذا كان ممكن الأمور مشيت, لكن هو للأسف في مدرسين أصلا مش عارفين يعملوا يطبقوا ده تمام. يعني مش عارفين يشرحوا لهم إزاي نطبق, بس هالموضوع فعلا بسيط هو بس عشان ما تعملش قبل كده,
وفي حد ممكن نتواصل معاه استاذ كريم جهاد، هو هيدينا، هو اصلا يعني مدرس اول ومشرف رياضيات في مدارس متعدده وفي عده انظمه، يعني النظام الدولي، النظام الرسمي، المدارس الرسميه. تمام. فهو شغال اصلا، هو اللي بيعمل المنصات دي دلوقتي. ف لو ممكن نتواصل معاه لان هو هيدي مثال حي، لان انا بحب دايما ادي كل حاجه يعني للمتخصص. اكيد طبعا طبعا. طب دلوقتي احنا عندنا الفيديو جاهز عن كيفيه تسجيل الطالب في موضوع البحث، هنشوفه مع بعض ونرجع نكمل الحديث تبعنا. ولو في اي استفسارات ممكن نتصل بالاستاذه مروه برضو. اكيد طبعا. لانه بنامل اتصالنا معاها. مشاهدينا الكرام، خلينا مع الماده العلميه دي. شكرا. النهارده هنتكلم على طريقة تسجيل الطالب على منصة إدمودو. عندنا طريقة من الاتنين، إما من فوق كلمة sign up وبنضغط I am a teacher, I am a student, I am a parent، أو من تحت عن المربع الأصفر teacher, student, parent، وبنختار طبعا student. هيطلب مني ال first name وال last name، الاسم الأول والتاني، والكود class code، واليوزر نيم، والإيميل، والباسورد. نكتب بالاسم الطالب وليكن آدم، واسم last name اللي هو اسم الأب وليكن أحمد. أما الكلاس كود فده احنا بنحصل على مجموعة أكواد من المدرسة أو من المدرس الخاص بينا، بيدينا مجموعة أكواد لمجموعة الفصول اللي احنا بندرس المواد بتاعتها، بتتقسم لفصول. طبعا احنا مش هنسجل بكل الاكواد اللي المدرس بيديها لنا او اداره المدرسه بتديها لنا، فبنختار اي كود منهم وبنسجل الاول بيه، وبعد كده بنقوم باضافه الاكواد الباقيه، فبيظهر لي الفصول الباقيه زي ما هنشوف بعد شويه. اما في خانه اليوزر نيم فهنحط اول 3 حروف من اسم الطالب يليهم الكود اللي احنا اخدناه من موقع الوزاره بشهاده الميلاد، او نكتب ام او اي ونحط بعدهم الكود اللي اخدناه من موقع الوزارة بشهادة الميلاد. الايميل بيبقى اوبشنال، يعني اختياري، اقدر احط ايميل بتاعي لو انا ولد كبير بريب، او ولد صغير البيرنت عايز يحط الايميل بتاعه، مفيش مشكلة. بالنسبة للباسورد، انا حطيت له باسورد بس ويك، يعني ضعيف، وهو هيقبل بالباسورد الضعيف، ولكن يفضل ان انا احط باسورد سترونج قوي علشان منصة إدمودو هتفضل بتاعتي طول السنين اللي جاية. ولازم طبعا افتكر ان اي نوت على جنب او ورقة خارجية اسجل فيها اليوزر نيم بتاعي اللي اخترته، واسجل الباسورد اللي انا عملته ضروري لاني هفضل اسجل بيهم بعد كده. طيب بيديني علامة حمراء لان واضح ان انا كتبت الكود غلط، فدلوقتي هقوم بتعديل الكود علشان يظهر لي صحيح، وظهر بالتالي فعلا صحيح، ظهر لي كلمة sign up لاني عدلت الكود بالشكل الصح. هنضغط على sign up for free وننتظر التحميل. اما في خانة اليوزر نيم فهنحط اول 3 حروف من اسم الطالب يليهم الكود اللي احنا اخدناه من موقع الوزاره بشهاده الميلاد، او نكتب ام او اي ونحط بعدهم الكود اللي اخدناه من موقع الوزاره بشهاده الميلاد. للخطوه دي طبعا كده بالنسبه لنا احنا سجلنا على منصه إدمودو كطالب، وظهرت لنا الشاشه الرئيسيه اللي هي الاول او الهوم. على اليسار في مجموعة فصول لاني مسجلة من قبل كده، وجنبهم طبعا ادي الاسم وادي الفصول اللي انا كنت مسجلة فيها. ادي 3 نقط اللي جنب my classes، هنضغط عليهم هيظهر لي كلمة join a class. هدوس على join a class، هيظهر لي شاشة ويطلب مني كود. الكود ده طبعا هي بقية الاكواد الخاصة بباقي المواد اللي انا اخدتها من ادارة المدرسة
اكتب الكود واضغط على جوين، هيظهر لي الماده اللي انا كنت كاتبه الكود الخاص بيها. وانا هنا بسجل لماده الرياضيات، انا عندي دراسات لغه عربيه، هيظهر دلوقتي لحضراتكم على اليسار كلمه الرياضيات جوين. ظهرت بالفعل قدامكم على اليسار، ضغطت على رياضيات فتح لي الكلاس اللي انا كنت لسه مسجله فيه دلوقتي. طب انا حابب احط اي بوست، اي كلام او اكتبه او ترحيب او اي معلومه، هدخل على العلامه اللي قدامنا اللي هي المربع الابيض واكتب اللي انا عايزه. طب هنرجع تاني لنفس الخطوه عشان ناكد على الناس، على الكلاسز ماي كلاسز، وندوس على التلات نقط واد كلاس، وبعدين جوين كلاس، وبعدين نحط الكود. مش هنحط طبعا دلوقتي مواد تانية. وهذه عودة معكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام بعد هذا الفيديو عن كيفية تسجيل الطالب في مادة البحث من الأستاذة مروة السباعي، مشكورة جدا على مجهودها وهتكون معنا على الهواء بعد شوية في مداخلة تليفونية. معايا مداخلة من الأستاذ سيف. صباح الخير أستاذ سيف. صباح النور. تفضل يا أستاذ. تفضل يا فندم. كنت على فكرة العربي بتاعي is my third language. أنا كنت مدرس إنجليزي هنا في مصر 5 سنين في مدرسة في 6 أكتوبر، وبعدين مدرسة ثانية، وبعدين مدرسة ثالث. بس المشكلة أنا شايف بصراحة إن مفيش مثابرة من أهل الأطفال، أو يدوبك في مرات المدرسة they don't enforce English as a language بالمدرسة. تمام. مثلا في واحد مدرسة I'm not going to mention by name عشان I don't want to get into trouble with them because I think I'm sure they work with the government, but they didn't do any ما كانش في أي حضرات في الإنجليزي، وكان مفروض إن هو international school. So إزاي واحد international school هيدرس الأطفال الإنجليزي لما ما فيش القاعدة بتاع الإنجليزي فقط في المدرسة international. So يعني يدوبك it doesn't make a difference، يعني ما فيش فرق لو يعني ممكن الناس يكلموا الموضوع ده ونحضرهم للجامعة، وعشان أنا عاوز ابني يروح مدرسة أو كلية في إنجلترا أو يونيفرسيتي في أمريكا أو يونيفرسيتي في كندا، ويعني يعيش حياتهم 18 سنة في بلد يكلموا عربي 76% الوقت، وبعدين يدخلوا في البلد اللي هم بيكلموا إنجليزي فقط بس. يعني قصدي يعني عجيب. تمام صراحة. تمام، شكرا يا استاذ سيف على المداخله المهمه دي. ارجع للدكتور نادر، وعايز اعرف يعني كتير عن موضوع ازاي المدرس يطور من نفسه، ازاي يطور من ملاقي، يعني ازاي يشتغل على نفسه. واحده من المهام الممله جدا للمدرسين، وانا لما كنت مدرس بقى يعني بتزعجني جدا، تصحيح الامتحانات. فعلا حاجه مزعجه جدا. تصحيح الامتحانات وتصحيح الواجب والفيدباك، يعني حاجه كانت فعلا اطنان ورق وحاجه صعبه قوي. تمام. اتحلت المشكله الحمد لله بحاجه صغيره قوي. هوريكم بس ممكن الصوره دي اقرب شويه كده. اوكي. طيب ده بروجرام صغير قوي وموجود ببلاش على الاب ستور وعلى الاندرويد جوجل بلاي. تمام. اسمه زيب جريد. زيب جريد. زيب جريد ده بيعمل ايه؟ ان انا حضرتك عارف دلوقتي ان السيستم في الدنيا كلها ماشي مالتيبل تشويس اكزامز، كله ماشي امتحانات اختيارات متعدده. المقاليه بقى والاذكر وعرف والكلام ده قلت جدا، او بتتعمل تاسكس ثانيه غير الامتحان. الامتحان ده بيعمل لي ايه؟ بيعمل لي انسر شيت زي اللي انا عامله ده. كويس؟ وانا بعمل الامتحان على اكوردنج للانسر شيت ده، بوزع ورق الاسئله وورق الاجابات على الولاد. تمام. الولاد كل بيعملوه ان هو بيسود الدايره الصح بس، خلاص، وبيرجع لي الانسر شيت تاني. انا بالموبايل بصور الانسر شيت بسكان بتطلع النتيجه. طبعا هو البرنامج مش بسيط قوي كده، يعني هو البرنامج اللي لازم ادخل اسامي الولاد بكود بتاعهم، والولد يكتب الكود بتاعه. في داتا اللي بتدخل الداتا. طبعا وانا بحط اجابه الامتحان، يعني قصه. تمام. بس عايز اقول انه فعلا لو عندك 100 ورقه انت ممكن تصححهم في 10 دقائق، مش هزار ده بجد.
يعني موضوع ده بلس بقى حاجه ميزه كمان ان انت بقى عندك سجل للولد طول امتحاناته. يعني كل ولد بياخد الامتحان هو جاب النهارده كذا، الامتحان اللي بعديه جاب كذا، تقدر تشوف الكيرف بتاع التحسن بتاع الولد. مفيش واحد يجي يقول لك يا مستر انت ظلمتني اصل محمد جنبي عاملها كده وانت اديته صح والتاني غلط. لا مفيش الكلام ده كله. اه تمام مفيش الكلام ده. انت عاملها سي هتطلع سي، عاملها بيها تطلع بي. ما بقاش بقى في خناقات بعد المدرسه والمامز على الجروبز بقى، وحضرتك عارف القصه الجميله دي، اصل بنتي كتبت زي بنتك وبنتك خدت اعلى. القصه الجميله لا لا ما هيبقاش في الكلام ده. آه. انت ارتحت جدا، الولد ارتاح، الولد عرف اجاباته صح من الغلط، خد فيك باك في ثانيه. كنت عامل الامتحان لبنتي في المدرسه كان 50 جمله. تمام. ما بس معانا ام محمد على التليفون. صباح الخير يا ام محمد. انا صباح النور يا ابني، الله يخليك. اتفضلي يا فندم. اتفضلي، اهلا وسهلا بيك. اتفضلي يا فندم. انا هتكلم في موضوع بعيد عن البرنامج، معلش بعيد عن الحلقه يعني. اتفضلي. الله يخليك. بس حضرتك انا تعبانه والله العظيم، انا عندي مشكله جامده، فعليا فلوس 3000 جنيه. لو حد يسمعني يعني ويساعدني الله يبارك لك ويرضى عنك يا ابني يا رب، لو اي حد يسمعني يعني. انا اسفه يعني. تمام تمام ماشي ان شاء الله. ماشي، شكرا جزيلا لاستقبالك. ميرسي ميرسي. طيب ارجع على موضوع كان امتحان 50 سؤال في 50 دقيقه والبنات شغالين في بقيه ال 10 دقائق بتوع الورق بتوع الامتحان، خدنا التصحيح وعرفوا اجاباتهم وعرفوا الصح وعرفوا الغلط وكل حاجه. في الاول مرتبكين ومش هنعرف وهنعرف والكود بس كله حل، واتبسطوا جدا من التجربه. وعايز اقول لك بقى هم كل شويه مستر مش هتعمل امتحان تاني ولا ايه؟ عجبتهم الفكره. فاحنا عندنا وسائل تكنولوجيه كتيره قوي تسهل لنا الدنيا واحنا مصعبينها على نفسنا. تمام. معايا الاستاذه مروه السباعي، هتعقب لنا عن الفيديو اللي طلع قبل شويه. صباح الخير يا استاذه مروه. صباح الخير يا استاذ طارق، ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا بيك. دكتور كاتن ومستر نادر ومستر قريب. اتفضلي يا فندم. اهلا يا مروه. بالنسبه للاكواد طبعا، بس كان في ناس كان عندهم يعني كونفليكت او تضارب يعني، ان هما بالنسبه للكود مثلا المدارس بقى المدارس بتحط الاكواد للمواد طبعا كتيره جدا، سبع او ثمان اكواد، وبلس الكود الثاني للطلب من الوزاره اللي هو كود الطالب اللي احنا اصلا حصلنا عليه الاول عن طريق شهاده الميلاد من الموقع اللي هو اللي احنا اخذنا ستادز قبل كده. الكود الاولاني لما بنسجل بيه هنسجل في الكلاس كود، بيطلب مننا كلاس كود، لازم نحط كود اي ماده يعني اي ماده بنختار من المواد كلها عشان بس نبدا ندخل المنصه. واليوزر نيم بنحط كلمه ثلاث حروف ام او اي دي محدده، او احنا بنختار اول ثلاث حروف من اسم الطالب وبلس بنحط جنبها الكود اللي احنا اخذناه قبل كده من موقع الوزاره، طبعا بدون اي سبيسز، ما فيش اي مسافات بين الثلاث حروف والكود. ليه؟ لان احنا بعد كده هنستخدم الكود ده لما الولد يسجل جوه الكلاس للتيتشر بتاعه، هيظهر من غير اسم، هيظهر الثلاث حروف مع الكود، علشان لما نيجي نعمل ان شاء الله البحث ونسلمه هيعتبر الكود ده كانه زي اداه التعريف للطالب، هو الكود اللي هيتعرف بيه بحث فلان الفلاني. بس دي البوينت اللي هي حصلت فيها بس مشاكل، ان الناس كانت عندها يعني تخوف جدا ازاي هنسجل. طيب الناس سجلت قبل كده يا مستر طارق باليوزر نيم، اي يوزر نيم عادي طبعا سجلوا عادي جدا، المنصه بسيطه والتسجيل بسيط، فالناس لما سجلت قبل اي يوزر نيم ودخلوا. تمام. هيعملوا ايه؟ لازم يدخلوا يعملوا من يفتحوا الابلكيشن اللي هم عملوه قبل كده القديم، ويدخلوا عند علامه الصوره بتاعت الطالب ويختاروا سيتنج اللي هي الاعدادات بالعربي، ويعملوا في اخر الصفحه خالص كلمه دي اكتيفيتد ذا اكونت او الغاء الاكونت القديم. تمام. لازم نلغي الاكونت القديم لو احنا ما حطيناش في اليوزر نيم الثلاث حروف بلس الكود اللي اخذناه من الوزاره. دي بس المشكله الوحيده، لكن الناس اللي سجلت اوريدي صح خلاص، الناس اللي ما سجلتش صح هنلغي يا جماعه الاكونت القديم وهنعمل اكونت جديد مش هياخد مننا ثلاث دقائق. وهيتضاف كل طالب بقى على المواد بتاعته اللي هو زي ما قلنا جوين كلاس، وهنضيف الكود الجديد فنحمل بقيه المواد كلها، ويبقى عندنا كل الفصول للمدرسه السابعه لينا. تمام. بس الموضوع بسيط جدا، وان شاء الله لو في اي سؤال انا موجوده، وكلنا طبعا في خدمه الناس، يمكن عشان الموضوع لسه جديد على الناس فالناس متاخده شويه. تمام. يا دكتوره فاتن كان عايزه تقول لحضرتك حاجه، عايزه تتكلم معاكي في موضوع.
اتفضلي. لا استاذه مروه، هو برضو حضرتك عملتي يعني موضوع ان ازاي الناس اللي ما عندهاش انترنت او ما عندهاش شبكات، ما عندهاش تابلت، برضو ما يتمش استغلالهم عن طريق مثلا السايبر، او ناس تيجي تقول لهم انا ممكن تدخلوا من عندي او تستخدموا النت مقابل مبلغ مادي، او عمل البحث مقابل مبلغ مادي، انه ازاي الناس اللي ما عندهاش الامكانيات الفنيه دي اللي هي طبعا حاجة. سؤال جميل جدا طبعا دكتور فاتن، بشكر حضرتك على السؤال ده. طيب الناس اللي هم البسيطه اللي ما عندهمش اي انترنت في البيت، عندهم حل من اثنين، يا اما مثلا انا ممكن يكون انا ظروفي الماديه صعبه بس انا شاطره في الانترنت، انا بتوجه لاي سايبر نت، بدخل احجز وقت عادي جدا بفلوسي، هو ما يعرفش انا داخل ليه، وبدخل على المنصه التعليميه بتاعتي اللي احنا برضو قلنا اللينك بتاعها قبل كده، وباخد التوبكس اللي انا عايزها وبسجلها عندي ادونها في اي نوت، وببدا اكتب مصادر البحث اساميها ايه عشان لما اجي اروح البيت استخدمها عندي. دي نقطه. تاني نقطه، ما عنديش امكانيه خالص انترنت، وفي نفس الوقت انا ما بعرفش كمبيوتر خالص وما اقدرش اروح سايبر نت لوحدي، يبقى مش عايز حد يستغلني. طيب هعمل ايه؟ الوزير، ست الوزير طبعا مشكورا، بسط الموضوع جدا جدا لكل الناس، انه الناس تستخدم الجماعة الكتاب المدرسي او اي مصادر اخرى زي كتب خارجيه او اي كتب في الماده اللي انا باخد منها التوبك اللي تمام. انا باخد في البحث طبعا بستشير المدرس بتاعي في التوبك اللي انا اخترته، وبكتب المصدر اللي تم الحصول على المعلومه منه. تمام. وده مجهود مشكور جدا، وتم تسليم البحث يدويا للاداره او على فلاش، تسليمه بقى ان احنا على فلاش ورق، وممكن ممكن على فلاش كارد احوله الملف وورد واعمله بي دي اف وانا ابعته بقى اونلاين. تمام. يعني في كذا حل. مرسي جدا استاذه مروه السباعي على المداخله المهمه. شكراً دي شكرا جزيلا شكراً لحضرتك. مرسي جدا. كنت عايز اسال الاستاذه اريج ابو القاسم عن لو عندك نوع من يعني المآخذ، او تعتبري الدبلومه الامريكيه فيها نوع من السلبيات، ايه هي ممكن تكون؟ شكرا حضرتك طبعا على السؤال. انا يمكن بس الحاجه يعني هو اكثر من حاجه، وتكمله طبعا للمداخله من استاذ سيف اللي اتكلم معانا من شويه، اللي هو قاله ده واقع، انه المدارس فعلا الانترناشنال، وانا بتكلم عن الامريكيه لان انا عندي خبره فيها، الطالب ما بيتكلمش انجلش غير within the class بس، وبتكون في خلال توصيل المدرس للماده العلميه، لكن كل الانتراكشنز او الكوميونيكيشنز بتتم باللغه العربيه. وده طبعا بيخلي الطالب ما عندوش القدرة على التعبير عن نفسه باللغة الإنجليزية، الممارسة المستمرة للغة بينسى كده. المصطلحات بينسى. غير كده في طريقة معينة للكلام أكاديميكلي، يعني احنا بنتكلم عليها، المفروض التيتشر هو يبقى الموديل ليها. فإذا كان التيتشر نفسه مش قادر يموديل دي استراتيجي أو دي أبروتش، إزاي الطالب هيقدر يتعلمها؟ فده أول حاجة. تاني حاجة، السلطات اللي بتساعد المدارس الأمريكية إنها يتجدد لها الترخيص أو ياخدوا الأكريديتيشن، بيزوروا المدارس يعني مرة كل 3 سنين، مرة كل 5 سنين، وبيشوفوا المدرسة على الورق. يعني الأكريديتيشن بيحصل عن طريق تستيف للورق أو مستندات متجمعة، ويبتدي السلطات دي تشوفها، لكن ما بيعملوش زيارات ميدانية دائمة في المدرسة عشان يضمنوا إنه الكواليتي بتاعت النظام الامريكي فعلا تكون متطبقه جوه المدرسه. فارجو ان هم يزوروا المدارس اكتر، دي تاني حاجه. تالي حاجه، تدخل اولياء الامور، وهو برضو سالها او اتكلم عنها استاذ سيف، انه ولي الامر بيتعامل مع النظام الامريكي على انه هو اغلى نظام، وانا دافع فلوس فابني لازم ينجح. فالمدرسه غصب عنها بترضخ تحت الضغط من ولي الامر. مش كل المدارس لازم تحصل توعيه لولي الامر، طبعا هي مش كل المدارس، لازم تحصل توعيه لولي الامر انه بالطريقه دي انت بتدمر ابنك مش بتساعده. هو فعلا هيطلع للسنه اللي بعدها، ولكن هتيجي التشيك بوينت بتاعت الساعات، ويبتدي يعيد ويتاخر عن دخول الجامعه عن زمايله، او يمكن ما يقدرش يحصل السكور اللي يدخله كليه تساعده في حياته بعد كده. تمام. خليني في موضوع الكلية، وأتوجه الدكتورة فاتن وأسألها أنه إزاي هيتم التعامل مع الشهادات الدولية بالنسبة للجامعات؟ والله هو الموضوع ده لسه مجال بحث، ما فيش كلام مؤكد فيه إن هم إزاي هتعاملوا، بس أنا اللي متأكدة منه إنه المرحلة بتاعت تقييمات الولاد في السنين النهائية، اللي هي يعني آخر سنة في اللي هي ثانوية عامة بالنسبة لشهادة
الامريكيه او الاي جي او البريتش او الاي بي على فكره. يعني هو كل الشهادات الدوليه هيتم اعتمادها من الجهه المنحه عن طريق ان هم هيقيموا الولاد على شغل ان هم بيبقوا سنتين التقييمات، شغل الفتره اللي فاتت كلها لغايه ما وصلوا. ما وصلوا دي يعني مش معناها 15 مارس، هم مكملين على فكره شغل، يعني هم حاليا مكملين شغل الاونلاين. انا طبعا بتكلم عن المدارس المحترمه وبحط 100 خط تحت المدارس المحترمه اللي عندها مصداقيه وبتطبق الموضوع بمنتهى المصداقيه وبمنتهى المهنيه. تمام. فالمدارس الثانيه بتعمل ايه؟ مش بتكلم عنها خالص لانه في طبعا مهازل كوارث كل معنى الكلمه. لكن انا بتكلم على انه بيتم تطبيق، الولاد شغالين كانوا على طول الوقت، وفي تقييمات وفي ترمات طلعت وفي نتائج وفي ريبورتات تقارير طلعت عن نتائجهم، وهم دلوقتي ستيل شغالين. هيتم بقى تقييمهم ازاي دلوقتي اللي هو اخر الفاينل؟ يعني هيتبعت لهم امتحان بس مش هو ده اللي هيبقى التقييم الوحيد عليه، وهيطلب منهم بحث او مشروع برضو بحث. نفس الفكره. لازم وعايزه بس افسر يعني تقييم البحث بيبقى ازاي وتقييم المشروع بيبقى ازاي. بالظبط، دي نقطه مهمه جدا الصراحه. تمام. البحث بيبقى اللي هو يعني طبعا طالما الولد او الطالب عمل استخدم العناصر اللي مطلوبه في البحث فهو كده عمل الشغل. يعني هو ما فيش فكره انه حد بيسقط في البحث، هي فكره مين بقى اللي بيسقط في البحث؟ عشان بس اللي هو ما بي يعني اللي هو بيبقى نقل اللي هو بيبقى عامل كوبي بيست، يعني قص ولزق حفظ من حفظ على الانترنت حتى من غير حفظ، واخد الموضوع من كتاب نقله بحذافيره. فهمتي حضرتك؟ فهو وبرده قصه ان هو ممكن حد يسال انه طب انا لو خدت الكلام ده من على الانترنت انا مين هيعرف ان انا نقلته من على الانترنت؟ لا، هو في برنامج على فكره بينزل بتحطه حضرتك كمدرس او كمعلم او كاستاذ جامعه، انت بتحطه موجود عندك، مجرد ما بتدخل كلام من البحث او من المقال او من الشغل المطلوب منين الدوله بالظبط خدناها في الصحافه. بالظبط. فهو فده بيتطبق في المدارس على فكره، اللي هو علشان ما تنقلش قص ولزق فما فيش غش، ما فيش نقل، ما فيش. عشان كده المدرس اللي بيقول انا هعمل البحث ب 200 جنيه، طب ما هو انت مهما تبدع انت ازاي هتطلع كلام جديد مختلف ونتيجه جديده وكونكلوجن جديده تمام. ما هو في معايير وفي عناصر وفي يعني لازم تتنفذ، وشكل البحث اللي لازم يتقدم لازم يتعمل بشكل معين. انا مهما كنا يعني عبقري زماني ومكاني يعني مش ممكن هقدر اعمل ده. تمام. فبالتالي انت بتاذي الطلبه وبتاذي نفسك، لانه في الاخر اللي عمل لهم الكلام ده هيتقال فلان فمش صح. تمام. ده بالنسبه للبحث. بالنسبه للمشروع ما بيبقاش في حاجه اسمها مشروع يعني وحش وحلو، يعني غلط وصح، لا، هو بيبقى فيه كويس واحسن. تمام. في احسن وفي ممتاز، في ممتاز وفي رائع. يعني فهمتني حضرتك؟ ما فيش حد بيسقط في مشروع، يعني انه يعني لازم هتبقى فكره، وفكره انه المجموعه يعني هيتقيم ازاي. حضرتك مثلا عملت مشروع، انا عملت مشروع، استاذ اريج، استاذ نادر، وكيت لا استاذ نادر هو اللي عامل المشروع الفظيع جدا الرائع اللي يعني مثلا ما معدي 90% فيه. تمام. انا ممكن اعمل مشروع على قدي. تمام. يعني فانا اتقيم ايه اللي هو 50-60%. تمام. فهمتني حضرتك؟ تمام. موضوع المجموعات بقى لما قال انه ممكن تعملوه في مجموعات ممكن تعملوه بشكل فردي، فالناس قالت مجموعات ايه واحنا في حظر وما ينفعش وكذا، طب فين المسافات الامنه، طب لا هو الموضوع برضو اونلاين على الواتساب، الولاد بيبعتوا لبعضهم الشغل، او على الايميل الولاد بيبعتوا لبعضهم الشغل. تمام. بيقسموا الشغل، انت هتعمل كذا، انت هتعمل كذا، انا هعمل كذا، ونجمع ونبعت لبعض اذا تعديل نبعت تاني وهكذا. طبعا للاسف دي. وقت الحلقه خلص بسرعه البرق مشاهدينا الكرام، بس احنا مكملين ان شاء الله الحلقه اللي جايه برضو استكمالا لموضوع التعليم عن بعد، ومستنين كل اتصالاتكم واستفساراتكم
واسئلتكم وتعليقاتكم على صفحه برنامج حياتي مع طارق السود على الفيسبوك، وهنرد عليها في الحلقه اللي جايه ان شاء الله. شرفونا ونورونا النهارده ضيوفنا الكرام الدكتور فاتن شاهين اخصائيه واستشاريه في تطوير المناهج، والاستاذه اريج ابو القاسم في تطوير المناهج برضو، والدكتور نادر عبد الصبر محاضر اللغه الانجليزيه. شكرا جزيلا لوجودهم معايا النهارده، واشوفكم الاسبوع الجاي ان شاء الله، ومع الف سلامه.